السلام عليكم، نتابع معكم بالفيديو الثالث من فيديوهات جهاز التناسلي الذكري. ذكرنا أن الجهاز التناسلي الذكري يتألف من الخصيتين، القنوات التناسلية، الغدد الملحقة، والقديد. وتحدثنا في الفيديوهين السابقين عن كل ما يتعلق بالخصيتين، وننتقل الآن للحديث عن القنوات التناسلية. تقسم القنوات التناسلية لنوعين: قنوات داخل الخصية intra-testicular genital ducts، والتي تشمل النبيبات المستقيمة straight tubules، الشبكة الخصوية retitestis، القنيات الصادرة ductually efferentes، وإلى قنوات تناسلية إفراغية extratory genital ducts، وتشمل القناة البربخية ductus epididymidis، والقناة الناقلة للنطاف ductus deferens، والإحليل أوريثرا. ونبدأ بالحديث عن وظيفة القنوات داخل الخصية، وهي عبارة عن نقل النطاف والسائل من النبيبات الناقلة للمني إلى القناة البربخية. وأما بالنسبة لوظيفة القنوات التناسلية الإفراغية، فهي كما هو واضح في الشكل نقل النطاف من البربخ إلى القضيب أثناء القذف. ونبدأ بالحديث عن القنوات داخل الخصية بالتفصيل، ونستهلها بالنبيبات المستقيمة straight tubules، وهي نبيبات قصيرة تتصف بفقدانها التدريجي للخلايا المولدة للنطاف، حيث أنها تبطن بخلايا سيرتوري أسطوانية الشكل، وذلك في جزئها الأول القريب من نبيبات الناقلة للمني، بينما تبطن بخلايا مكعبة مدعومة بغبد من نسيج الضامرخو في قسمها الثاني الأساسي القريب من الشبكة الخصوية. أما بالنسبة للشبكة الخصوية retitestis، فنلاحظ في هذا المقطع النسيجي بأنها تتميز بكونها شبكة شديدة التفاغر، ونلاحظ في مقطع آخر بكونها مبطنة بظهارة مكعبة مغموسة في النسيج الضامرخو لمنصف الخصية، وهو يتصف بكونه غزير بالأوعية الدموية. ننتقل بالحديث عن القنيات الصادرة ductually efferentes، حيث تفضي الشبكة الخصوية إلى القنيات الصادرة، والتي يبلغ عددها حوالي 20 قنية صادرة، وهي مبطنة بظهارة مكونة من مجموعات من خلايا مكعبة غير مهدبة متناوبة مع خلايا طويلة مهدبة، مما يعطي الظهارة شكل شبيه بالمروحة، بالإضافة إلى أنه يوجد طبقة رقيقة من العضلات الملساء دائرية تتوضع حول الصفيحة القاعدية التي تساعد في حركة النطاف. حان الآن وقت الحديث عن القنوات التناسلية الإفراغية، ونبدأ بالقناة البربخية ductus epididymidis، حيث تبطن هذه القناة بظهارة أسطوانية مطبقة كاذبة، وإذا أخذنا مقطع مكبر لهذه الظهارة نلاحظ أنها مكونة بشكل أساسي من خلايا قاعدية صغيرة ودائرية الشكل غير متمايزة تعمل كخلايا جذعية، خلايا أسطوانية تمتلك على سطحها استطالات طويلة متفرعة غير منتظمة تدعى بالأهداب الساكنة، وبشكل ضئيل خلايا لمفاوية مهاجرة تدعى خلايا هالو migrating lymphocytes called halo cells، وبذلك يعد البربخ أول جزء خارج الخصية يحتوي على خلايا لمفاوية، وتدعم الظهارة بصفيحة خاصة رقيقة جدا من النسيج الضام، وتحاط بخلايا عضلية ملساء تشكل طبقة عضلية ملساء رقيقة دائرية، وتصبح الخلايا العضلية الملساء في ذيل البربخ أكثر سماكة نتيجة وجود ثلاث طبقات عضلية ملساء، الخارجية والداخلية منها طولانية والوسطى دائرية. أما القناة الناقلة للنطاف ductus deferens، فتبطن بظهارة أسطوانية مطبقة كاذبة، وبالتكبير عليها نلاحظ أنها ذات أهداب ساكنة ستيريوسيليا، الصفيحة الخاصة فيها فهي نسيج ضام غني بالألياف المرنة. أما الطبقة العضلية فتكون سميكة للغاية، وتتكون من طبقة داخلية وخارجية طولانية ووسطى دائرية. تتوسع القناة الناقلة للنطاف بعد عبورها فوق المثانة، وتشكل منطقة يطلق عليها الأنبولة، والتي تتميز بظهارة سميكة ذات طيات كثيفة وتحتوي على رتوش غدية glandular diverticula، علما أنه تختفي الطبقة العضلية بعد الأنبولة. وكمراجعة سريعة نترككم مع المقارنة التالية، ونبدأ بالنبيبات المستقيمة، حيث تبطن بخلايا سيرتولي في النصف القريب من النبيبات المنوية، وبظهارة مكعبة بسيطة في النصف الثاني القريب من الشبكة الخصوية، وتحتوي على نسيج ضامرخو، ولا يوجد بها أي عضلات ملساء. أما الشبكة الخصوية فظهرتها مكعبة بسيطة،
وهي تحتوي على نسيج دم رخو غزير بالأوعية الدموية، ولا تحتوي أيضا على أي عضلات ملساء. القنيات الصادرة فظهارتها أسطوانية مهدبة تتناوب مع خلايا مكعبات غير مهدبة، وفيها نسيج دم رخو رقيق وطبقة رقيقة من عضلات ملساء دائرية التوضع. أما البربخ فظهارته أسطوانية مطبقة مهمة مكونة من خلايا أساسية طويلة على سطحها أهداب ساكنة وخلايا قاعدية قصيرة، وهو يحتوي على نسيج دم رخو رقيق وطبقات من العضلات الملساء دائرية التوضع. القناة الناقلة أو الأسهر ظهارته أسطوانية مطبقة مهمة مهدبة بأهداب ساكنة، وفيه نسيج دم رخو وكثيف غير منتظم، وثلاث طبقات من العضلات الملساء الخارجية والداخلية طولانية التوضع والوسطى دائرية. نصل معكم هنا إلى ختام الفيديو الثالث، نلقاكم بالفيديو الرابع والذي نختم به الجهاز التناسلي الذكري إن شاء الله.